يا دكتور، في عندنا كده عادات ومقولات غريبة شوية. دايما يقولوا بلاش شط. فعلا الشط من العوامل اللي بتؤدي لأمراض الشرج؟ شوفي حضرتك، السؤال ده مهم قوي، ويا ريت كل السادة المشاهدين بقى يركزوا معايا في الحدوتة دي بالذات، لأنها أقول مفاجأة. الشطة ما بتعملش بواسير، خلاص مفاجأة. الشطة ما بتعملش بواسير. ولو حضرتك أخذنا أكبر الدول في العالم بياكلوا الشطة والتوابل، الهنود إحصائيات أمراض الشرج عندهم لا تتعدى، تخيل حضرتك إحنا عندنا أكتر. وبالتالي الشطة مش بتعمل بواسير، وأنا بأكد الكلام ده على السادة المشاهدين. أمال إيه مقولة الشطة تعمل بواسير؟ تعالي نحسبها بالراحة. الشطة إحنا درسنا الكلام ده أيام كنا طلبة في كلية الطب، هي مادة إيريتانت، يعني متهيج، بتهيج الميكوزا اللي هو قطار بقي لحد قناة الشرج تحت. هل بيحصل لها امتصاص؟ إطلاقا. طب بتتهضم؟ إطلاقا. أمال استفدت بيها إيه؟ الحبة الحلوين دول فيما عدا كده بتجمع نفسها زي ما هي تخرج من قناة الشرج، بتجمع نفسها زي ما هي. ساندويتش السبايسي اللي بياكلوه أطفالنا بيجمع نفسه الشطة مع كل قطمة بياخدوها لحد ما يجمع شوية دي كده، اهو اللي هما كانوا اتحطوا في الأكل هما اللي جمعوا نفسهم وخرجوا منه. لو الإنسان طبيعي ما يعملوش حاجة، خلاص يطردوا بالشكل الطبيعي. طب لو الإنسان ده عنده مرض شرجي، عنده شرخ، عنده بواسير، هنا تؤلمه، لأن بالنسبة لها وهي خارجة هي تبدأ تضايق المشكلة دي. إذن أول ملحوظة مهمة، إن المريض اللي عنده البواسير أو اللي عنده الشرخ الشرجي لما ياكل الشطة توجعه، أو ما أقول له ممنوع إيه؟ الشطة. طب جيت عملت له عملية، أنا عايز الجرح بتاعي يكون كويس، عملت له ليزر، عايز جرحي ما يتلوث، ما يحصلوش تهيج، يبقى أقول له ممنوع إيه؟ الشطة. فأصبحت كلمة ممنوع الشطة لمريض الشرج، ممنوع الشطة للي عملت له عملية بالشرج، الثقافة اللي جت كاذبة، وما تزعليش مني بقى عشان دي حتتك انت. ايوه. عن طريق الفن. تلاقي يطلع اللقطة في الفيلم يحط له شطة. عشان او يرمي افيه على الشطة، يرمي افيه كتر الشطة تجيب بواسير، والكشري والبتاع وحوح له وبتاع. فهي رمت ثقافة للناس بان الشطة تجيب بواسير، خصوصا لما تيجي لدكاترة متخصصة زينا نقول لهم انت ما تاكلش شطه. ما هو بديهي يا جماعه، لان انا اللي جاي لي مريض شرجي فبقول له دي ممنوعه. لكن انا بقول للساده المشاهدين، لو انت انسان طبيعي والشرج طبيعي كل الشطه، احنا ما عندناش مشكله، بس كل شيء في الدنيا ايه؟ بحدود طبعا. ما انت ما تاكلش شطه بقى تزود فيها وتعمل تهيجات للقرح، ويجي لك قرح، ويجي لك مشاكل في القولون، والكلام ده كله يعمل لك امساك ممكن يؤدي في الاخر لشطه. قلت له الدكتور قال الكلام غلط.